يا متجلي يا متجلي يا متجلي يا متجلي يا متجلي يا رب عرفات يا رب عرفات يا رب الحجيج يا رب الحجيج مجدتك الأصوات يا رب على أرض عرفات مجدتك الأصوات بجميع اللغات ترجو رحمتك تخشى عذابك ترجو رحمتك يا رحمن يا رحيم ترجو رحمتك يا رحمن يا رحيم تخشى عذابك يا رب يا كبير جئناك متضرعين جئناك متذللين جئناك لتغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا تواب يا عفو يا كريم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم انا جئنا بابك لا تردنا على اعتابك لا تردنا على اعتابك اللهم وقفنا ببابك يا كريم فنسالك اللهم مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وصفحا عن ذنوبنا اللهم إن المعاصي أثقلت كواننا يا رب إن الذنوب قسمت ظهورنا جئنا معترفين جئنا معترفين جئنا منيبين يا رب جئنا معترفين بخطايانا جئنا معترفين بذنوبنا ما عصيناك جرأة عليك وعزتك ما عصيناك جرأة عليك وفضلك ما عصيناك جرأة عليك يا ذا الجلال والإكرام ولكن عصينا لفرط جهلنا لتمكن شهوتنا لقلة حيلتنا وعزتك إنا نحبك وجلالك إنا نحبك يا ربنا ما ساق بنا إلى هاهنا إلا حبنا لك يا رب اللهم إنا نحبك جئناك يا مولانا من بلاد بعيدة نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك التي قلت فيها ورحمتي وسعت كل شيء نحن شيء يا رب نحن في هذا الكون الفسيح شيء أليست رحمتك وسعت كل شيء لتسعنا رحمتك اللهم إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغنا اللهم أنت الكريم المعطاء اللهم أنت المتفضل المنعم نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نسألك حسن الختام يا رب حسن الختام يا رب 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 حسن الختام يا رب حسن الختام يا رب والوفاة على الإيمان اللهم نسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ارض على أولادنا يا رب أبناؤنا أنت خلقتهم فوضنا إليك أمرهم فوضنا إليك أمرهم فوضنا إليك أمرهم عجزنا عن تربيتهم فربهم لنا يا رب ربهم لنا يا رب فوضنا إليك أمر أبنائنا اللهم ربهم لنا كما تحب وترضى اللهم اكرههم بعينك اللهم احفظهم بحفظك اللهم اجعلهم من أهل الصلاح اللهم اجعلهم من أهل النجاح اللهم اجعلنا وإياهم قرة عين لحبيبك المصطفى اللهم انظر إليهم بعين رضاك اللهم امسح عليهم بيمينك اللهم اكلأهم بعينك اللهم ارحم والدينا اللهم تغمدهم برحمتك ارحم آباءنا ارحم أمهاتنا اللهم صب على آبائنا وأمهاتنا من عظيم رحمتك ما أنت له أهل يا أرحم الراحمين
أحياء وميتين. يا رب ردهم علينا أحياء وميتين. يا رب نعوذ بك من العقوق، نعوذ بك من العقوق، نعوذ بك من العقوق. اللهم ردهم علينا أحياء وميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أنزل على قبورهم شآمي برحمتك، من كان منهم فحيا اللهم فمتعه بالصحة والعافية والإيمان، ومن كان منهم قد انتقل إلى جوارك فتغبدوا بالرحمة والرضوان. اللهم إنا نسألك أن تجعل بنا أبناءنا بررة، وأن تجعلنا بآبائنا وأمهاتنا بررة. طهر قلوبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، تجاوز عن تقصيرنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء ومردا غير فاضح ولا مخزي. اللهم هذه قلوبنا نجعلها بين يديك يا رب، قلوبنا القاسية التي تربى عليها حب الدنيا يا رب، قلوبنا التي قصت بسبب حب الدنيا، اللهم نجعلها بين يديك. نسألك في هذه الساعة أن تمسح عليها بيمينك، اللهم لينها لنا، اللهم طهرها لنا، اللهم املأها بحبك، اللهم انزع منها حب الدنيا، اللهم اسكن فيها محبتك، اللهم اسكن فيها خشيتك، اللهم اجعلها متعلقة بك لا بغيرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم هذه عيوننا التي جفت من كثرة ذنوبنا والنظر إلى ما نهيتنا عنك، هذه عيوننا التي جفت من النظر إلى ما أمرتنا أن لا ننظر إليه. اللهم نسألك أن تطهرها لنا وأن تغسلها بدموع التوبة يا رب، اغسلها بدموع التوبة يا متجلي يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا في هذه الساعة بعظيم فضلك يا منعم يا متفضل. كل واحد منا له حاجات أنت أعلم بها يا رب، وأنت غني عنا وعن ذكرها، فنسألك يا رب أن تعطي كل واحد حاجة. من كان منا مريضا فاشفه، من كان منا مريضا فاشفه يا رب، من كان منا عقيما فارزقه الولد الصالح يا رب. أنت عزيز كريم لا يعجزك شيء، اللهم أنت لم شيء. اللهم من كان عقيما فأكرمه من ذرية الصالحة، ومن كان منا مهموما فرجمه، ومن كان ضعيفا فقومه يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، فرج عن المسلمين وبلادهم، حرر لنا أقصانا، حرر لنا أقصانا، أهلك أعدائنا، عليك باليهود وأعوانهم، عليك بالظلمة، عليك بالطغاة، عليك بالبغاة، عليك بقتلة الأبرياء. اللهم يا رب فرج عن أهلينا في سوريا، في فلسطين، في العراق، في السودان، في كل أرجاء العالم. اللهم فك أسر المأسورين يا رب، يا رب اجعل عيد أولادهم غدا أعيادا يا رب، يا رب، يا رب اجعل عيد آبائهم وأمهاتهم غدا أعيادا يا رب. فك أسر المأسورين، احسن خلاص المسجونين، رد الغائبين إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم إنا نسألك أن تكتب السلامة لحجاج بيتك، احفظ الحجيج يا رب، احفظ الحجيج بحفظك، لا تشمت من الأعداء، لا ترنا ولا تصنعنا في الحجيج ما نكره يا رب. اجعل مناسكهم ميسرة، ردهم إلى ديارهم مجبورين، ردهم إلى ديارهم مع تمام السلامة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا الجهد وأنت الرب الكريم. اللهم ما أطلقت لساننا إلا لتعطينا، اللهم ما أطلقت لساننا إلا لتكرمنا، فنسألك يا كريم يا رحيم أن تكرمنا بعظيم عفوك، بعظيم إحسانك، وجهد بين يديك متبتلين حامدين شاكرين أن مننت علينا بحج بيتك، وأن أكرمتنا بالوصول إلى حرمك وإلى هذا المكان الطاهر، إلى هذا المكان الطاهر الذي كان حلما فأصبح حقيقة. أيها الحجاج،
السوال انعقد حجكم، فطوبى لكم يا حجاج بيت الله، طوبى لكم يا من حججتم ولم تفسقوا ولم ترفثوا، طوبى لكم ان عدتم من ذنوبكم كيوم ولدتكم امهاتكم. الهي ما لنا الا ان نشكرك، فهذه سجده شكر بيتك. الله اكبر.